أهلا ومرحبا بكم أعزائي مشاهدي قناة الحقائق بالوثائق. الرحلة الأخيرة للرئيس صدام حسين من بغداد، مغادرته للسلطة والمسؤولية في الحزب والدولة في 10/11/4/2003. هذه الرحلة تحتاج إلى بحث استجلاء للحقيقة وحل للألغاز، والتي تحتاج إلى الغوص عميقا والكشف عن الغاطس والنبش في ذاكرة الأحداث. في رحلة الرئيس وأيامه الأخيرة بصفته رئيس لجمهورية العراق التي استغرقت 9 أيام منذ مغادرته بغداد كما ذكرت في 10 نيسان 2003، حتى حلوله ضيفا في بيت قيس النامق في 19 نيسان 2003. هذه المدة القصيرة اللي هي 9 أيام استغرقت، يعني الرحلة استغرقت 9 أيام في بحث عن حقيقة تحركات الرئيس صدام حسين وأسره، استمر لأكثر من 16 عاما، بدءا في 1 نيسان عام 2006، أي بعد 2 وـ3 أشهر من أسره. كنت أبحث عن الحقيقة بصبر وجهد مضني وكفاح مرير، وكانت مصادري في البحث المذكرات والتصريحات الرسمية، منها ما هو مقروء ومنها ما هو مسموع ومنها ما هو مرئي. أخذت هذه الأدوات من القادة العسكريين الأمريكان اللي صرحوا بها على وسائل الإعلام المختلفة، ومن خلال مراكز الأبحاث الأمريكية ومواقع وزارة الدفاع. اعتبرت هؤلاء هم شهود عيان، وفعلا هم شهود عيان، وآخرين كانوا شهود سمع. لا أدعي أني تفردت بإجراء حوارات إعلامية غير مسبوقة لم يفعلها أحد من قبلي، وأدرت حوارات مع المتهمين المفترضين ومع الشهود من أقارب الرئيس وأبناء عمومته وأبناء عشيرته ومرافقيه ورجال حمايته المقربين منه. وبحكم تواجدي في المحكمة الجنائية العراقية العليا ولقاءاتي بالأسرى من رجال النظام السابق مسؤولين في الحزب والدولة، كنت أدون وأحفظ وأرشف هذه الوثائق اللي كنت أحصل عليها في ملفات القضايا، وأيضا أدون ما يتحدث لي هؤلاء المسؤولين، ما يتحدث لي به هؤلاء المسؤولين. قسم كنت أدونه وأحفظه في وسائل فنية، وقسم أحفظه في ذاكرتي. كنت أنبش وأحفر في صخر، يعني كمن يحفر البير بإبرة على قول المثل، أو كمن يبحث عن إبرة في كومة قش. لكن هذا البحث كان بأسلوب علمي رصين وموضوعي، أتوخى فيه الدقة وأتقصى وأتحرى عن المعلومات وأقاطعها وأحلل كل هذه الوثائق والشهادات وأضع
استنتاجاتي عليها دون أن أفصح أو أن أبين رأي، لأني كنت حريص جدا على أن أصل إلى الحقيقة. هاي المعلومات اللي كنت أقاطعها من أجل الوقوف على صحتها والتحقق من مصداقيتها كانت من مصادر موثوقة جدا، وعد ما تتقاطع أخذ منها ما هو صحيح وأبعد عنها كل زيف وغش وخداع وكذب وتزوير. أعود وأقول أن تجربتي في المحكمة الجنائية العراقية العليا المنحلة كمحامي دفاع عن عدد من المسؤولين من رجال النظام السابق من أعضاء قيادة ووزراء وقادة عسكريين ومدراء أجهزة أمنية ومحافظين، هذه التجربة مكنتني من الحصول على آلاف الوثائق في القضايا التي نظرتها المحكمة، إضافة إلى حواراتي مع أغلب هؤلاء المسؤولين وأنا شاهد عيان على ما حدث. في بداية مشواري الإعلامي يعني بعد 12 سنة ظهرت على قناة فضائية محلية، ثم واصلت مشواري الإعلامي من خلال هذه القناة الحقائق والوثائق على اليوتيوب، ووثقت ودونت الأحداث، وكنت أبين دائما وأقول أنني أقف على الحياد ولا أتبنى أي وجهة نظر محددة، ومهمتي الرئيسية محددة بالبحث والتقصي والتحري، وكنت أضع خلاصة جهودي فيما أتوصل له في البحث والإعلان عن النتائج. كذلك ما توصلت إليه من استنتاجات، هذه الاستنتاجات بمجملها والشهادات كانت طريقها إلى سفر التاريخ، وقلنا التاريخ بجانبين أبيض وأسود، هناك صفحات بيضاء للوجوه المشرقة والقامات والهامات العالية والرجال الشجعان، وهناك صفحات سوداء للرؤوس الواطئة أصحاب الضمائر الميتة الوجوه القبيحة والسوداء، كل واحد يدخل وفق ما قام به من أفعال تجاه شعبه وتجاه وطنه. لم ولن أبغي من وراء بحثي إرضاء أحد، ولست مضطرا للمجاملة على حساب الحق، وكنت أقول وأكرر الآن أن إرضاء الناس غاية لا تدرك، وأيضا لا أبغي معاداة أحد ولا أهتم لمن يقوم بالتهديد والوعيد ويتهجم علي وينتقدني دون وجه حق بسفاهة وبجهل يعكس أخلاقه ومعدنه بهذه السفاهة. لا أخفي عليكم أنني كسبت كثيرا من الأعداء، أعداء الحق، والله قال في محكم كتابه الكريم وأكثرهم للحق كارهون، هذا أمر طبيعي، لكن أقول أيضا إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أعزائي المشاهدين الكرام، أبواب القناة مفتوحة على مصراعيها لكل من لديه شهادة يقدمها للتاريخ، كل من لديه رأي مخالف عنده بيان يوضحه، مستعد أنا لتقبل النقد الهادف والبناء بكل رحاب الصدر،
ومستعد أن أعطي الفرصة للجميع وفقا لقواعد وأصول وآداب الحوار. كما أعدكم بأنني سأتناول كل محطة من محطات رحلة الرئيس صدام حسين وقصة تخفيه وقصة أسره التي حيرت الكثيرين. هذه القصة المليئة بالألغاز من يوم مغادرته وحتى يوم أسره. وهنا أؤكد أنني لست قاضيا في محكمة لكي أحكم أو أحاكم حقبة كاملة مرت في تاريخ العراق. التاريخ والأجيال القادمة هي التي تتولى الحكم على مسيرة النظام وشخصه. هذه الحقبة اللي يعني مرت بتاريخ العراق بكل ما لها وما عليها. أنا لا أبرئ أحد ولا أتهم أحد، أنا باحث عن الحقيقة وأرخ للأجيال، أكشف عن الحقائق بالوثائق وأصوب ما لحق ببعضها من تجني وتزوير وتحريف. رب سائل يسأل يعني عن سر مغادرة الرئيس وسر أسره، لماذا غادر بغداد، أسرار أسره، تحركات الرئيس في بغداد واجتماعاته، ومع من اجتمع، وين كان يتحرك. يعني من خلال الفريق عبد حميد محمود خطاب الناصر اللي ملقب عبد حمود سكرتير رئيس الجمهورية، والنقيب مسعر الصالح، والنقيب سرمد السفر، والنقيب عبد الله مار عبد الرشيد، هؤلاء اللي كانوا معه، يعني إضافة إلى ولدي عدي وقصي ووزير الدفاع بشكل يعني مكثف، وكانوا يتنقلون معاه من بيت إلى بيت ومن حي إلى حي ومن منطقة إلى منطقة. أيضا جماعة الأربعين أيضا كانوا موجودين. وكما ذكرت أنه استغرقت رحلته بعد ما خرج من بغداد للعاصمة، يعني بغداد العاصمة، في 10 نيسان، حتى حلوله في بيت قيس النامق يوم 19 نيسان. خلال هذه 9 أيام توجه فيها إلى مضايف الخربيط، محطة الأنبار، ثم إلى هيت، ومن هيت راح إلى ديالة، ومن ديالة إلى تلول الباج بمنطقة الحضر قريب من الموصل وسامراء، واستقر بقضاء الدور. ظروف استقبال الرئيس صدام حسين، طبعا معروف أنه آل الخربيط هم الذين فتحوا مضايفهم لاستقبال كبار المسؤولين قبل أن يحل الرئيس صدام حسين في مضايف الخربيط. أهل الخربيط يملكون مزرعة صغيرة مؤلفة من 5 بيوت لا يسكن فيها سواهم. بعد احتلال بغداد لجأ إليهم الكثير من المسؤولين، يعني أقدر أقول عائلة الفريق طاهر جاي الحبوش، برزان وعائلته، برزان التكريتي وعائلته، عوائل المرافقين. ويعني عدد كبير من رجال الحكومة العراقية، 5 مضايف كانت هذه، وتم توزيع هاي العوائل على كبار يعني على هاي الدور، تم توزيع عائلات كبار المسؤولين العراقيين كما ذكرت برزان وعائلته وعائلة الحبوش على 5 منازل. هاي المنازل تابعة إلى يعني عائلة الخربيط. المنزل الكبير كان تشغله عائلات عدة قبل وصول الرئيس صدام ولدي عدي وقصي. طبعا هناك من يذكر من آل الخربيط عبد الله الخربيط قبل مدة لاحظت أنا يعني يتحدث مع
عماد العبادي عماد العصاد الإعلامي يقول له المرحوم مصطفى بن قصي أنا بيدي طلعتنا مع الرئيس، وهذا الشيء ما له أساس من الصحة نهائيا. يعني احنا ليش قلنا حتى لا يزور التاريخ؟ أنا سألت الأخ مسعر والأخ سرمد والأخ عبد الله، نفوا نفي قاطع وجود مصطفى في بيت الخربيط، كان بغير مكان، فماكو داعي يعني لتزوير الحقائق. كيف وصلت المعلومات إلى القوات الأمريكية وقامت بقصف الدار؟ هناك روايات مختلفة حول هذا الموضوع، هناك من يقول بأن امرأة اتصلت بأهلها، وهناك من يقول أن أحد مرافقي الرئيس فتح جهاز الثريا زين، وهناك من يقول بأن ناس من آل الهميم راحوا بلغوا. كل هذه مجرد أقاويل. العلم عند الأمريكان، كيف وصل علمهم؟ حتما في يوم من الأيام راح تظهر الحقيقة ويبين كيف تم استهداف منزل بيت الخربيط. طبعا الطائرات الأمريكية أغارت على المنزل الكبير ظن منهم أن الرئيس مقيم به، واستشهد 22 شخص من بينهم 18 إنسان من عائلة الخربيط. أولاد الرئيس يعني قصي أنقذ طفل من تحت الأنقاض قبل أن يغادرون إلى هيت، ويعني الرئيس من هول الصدمة بكى وتأثر جدا على ما حصل لعائلة الخربيط، وبعث للشيخ مظهر الخربيط رسالة قال له فيها: حاتم الطائي قدم فرسه لإكرام ضيوفه، أما أنتم فقد قدمتم أكثر من 20 من أفراد عائلتكم. طبعا الشيخ مظهر الخربيط كان قبل ما يظهر على قناة العربية في حوار قبل أكثر من سنة، يعني صار اتصال بيني وبينه وتحدث لي بالتفصيل عما جرى وحصل، وهو كان متحفظ على الظهور وأرسل لي بصمة صوتية على أمل أنا يعني أظهرها وأنشرها للمشاهدين الكرام، لكن كنت أمني نفسي بأن يظهر معي، وهو كان متردد واعتذر، لكن قبل أشهر ظهر على قناة العربية وتحدث بنفس الحديث اللي تحدثت لي، ولا بل أن الحديث اللي تحدث لي أسرار أكثر من هذا. الحوار اللي جرى بين الشيخ مظهر الخربيط وبين الرئيس صدام حسين في الليلة التي سبقت القصف إن شاء الله نتناولها بحلقة، ورحلته إلى قضاء هيت في الأنبار، الشهود على كل هذه الأحداث. نتحدث عن رحلة الرئيس صدام حسين، مغادرته بغداد، وحتى حلوله إلى بيت قيس النامق. شهودنا، شهود العيان، منهم من توفى الله الفريق عبد الحميد محمود خطاب عبد الحمود، ومنهم من هو على قيد الحياة النقيب مسعر الصالح والنقيب سرمد السفر والنقيب عبد الله ماهر عبد الرشيد، وأيضا ذكروا كيف التقوا بعبد الصمد الغريري اللي كان مدير مكتب أمانة سر القطر وعضو القيادتين القطرية والقومية، التقوا كان قائم مقام هيد، والرئيس شلون أرسل عليه وما حصل بيناتهم، ومتى افترق الرئيس عن أولاده، وهذا أيضا تناولناه لكنه راح نأخذه بشكل تفصيلي، يعني حلقة حلقة نفصل الأمور ومحطة محطة محطات الرئيس، وكيف اتفقوا على أن يتجه عبد الحمود مع قصي وعدي إلى سوريا. لم يكن مصطفى قصي صدام حسين موجود مع
أبوه وعمه، وإلا لكان ذكر في رسالته لي الفريق عبد أنه قصي كان موجود، وهذا الشيء يعني أكدوا لي الناس نفوه نفي قاطع اللي رافقه الرئيس. راح نتناول أيضا ما الذي جرى معهم في سوريا، وعلاقة ذو الهمة مرافق بشار الأسد بعبد الحمود، وما هي الأمانة التي كانت مودعة لدى ذو الهمة من قبل عبد الحمود، وهل أنه أعاد لهم أم لم يعيدها. أين توجه الرئيس بعد نزع بدته العسكرية، وما قصة الأكراد الجماعة الاتحاد الوطني الكردستاني عندما قالوا حصلنا عليه، يعني يقصدون أنهم قبضوا على الرئيس صدام حسين أو أسر الرئيس صدام حسين. احنا قريبين يعني الآن في يعني النصف الأخير من الشهر الواحد، وراح ندخل بالشهر الثاني، نقترب من ذكرى غزو احتلال العراق. سيكون محور حديثنا ومواضيعنا حول رحلة الرئيس صدام حسين. إن شاء الله نغطي هذا الموضوع تغطية كاملة، وأتمنى على حضراتكم يعني كاستبيان واستطلاع رأي، إذا كان يعني يهمكم أن أكون معاكم في بث مباشر يعني بالأسبوع مرة أو مرتين أو ثلاثة، أتمنى أن تكتبوا لي في حقل التعليقات أو على الخاص لكي نديم الصلة مع مشاهدينا الكرام. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.